مرحبا أخويا، مرحبا أختي. رايدة كيلو طماطة وكيلو بانية. بيش كيلو الطماطة وبيش كيلو البانية؟ الطماطة ب 200 دينار والبانية ب 1500. إيش دعوة هالقد البانية غالية؟ مو موسمها. زين، والخس شلون دا تبيعه؟ كل راسين خس ب 500 دينار. هم غالي، شنو القضية؟ دي أخذي 3 روس ب 500، دا أشوف شنو حشتك. إيه هسا تمام، مشكور. ولو ضوشتك، الخيار ببيش؟ الخيار الكيلو ب 750. إيش دعوة؟ لا عيني، ما أريد أشتري خيار. أختي، هو سوق المخضر صاعد، أنا شعليه.